تسلم العقابات. بزوج بهم؟ واه بزوج. روح اسيم. رد لك رد اسيا الله. تما. زيد الدور هذيك تشوف انا عندي. ميزان البلدي. كتشوف الدور هذيك تشوف عندي. لا واحد داوم. صافي. خليها تترجع للمصر. فاش كنت تقطري؟ كاين مالك؟ مالكش مولوك؟ كتأطرش في المولوك؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونه من أمر الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل
للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أجيب داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات يأتي بكم الله أجيبوا داعي الله أسحر هذا ولا يفلح الساحرون به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله
الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وسحروا أعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا اللهم أبطل سحرا دس في طعام أو رش في طعام أو وضع في طعام أو دفن في طعام. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها بين القلوب والأجساد. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحرا عقد لزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد. بسم الله العظيم الكريم يبطل كل سحر عظيم صنعوه للفراق والشقاق صنعوه للعداوة والطلاق. إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أبطل سحر الساحر إذا سحر. اللهم أبطل سحر شفع تاب المنازل. اللهم أبطل سحر شفع تاب المنازل للفراق والطلاق للتفريق بين المرأة وزوجها للفراق والطلاق للعداوة والطلاق. سحر عظيم للتفريق بين المرأة وزوجها للتفريق بنفور الزوجة من زوجها للطلاق والفراق للتفريق بين المرأة وزوجها. مأكول في البطن مأكول عظيم. يبطل كل سحر مأكول للتفريق بين المرأة وزوجها لنفور الزوجة من زوجها. يبطل كل سحر مأكول في البطن مأكول عظيم مأكول قديم مأكول قوي مأكول. يبطل كل سحر مأكول عظيم مأكول قديم مأكول قوي مأكول. بسم الله يبطل كل سحر مأكول. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إلى كل جني في هذا الجسد موكل بسحر مأكول وكان سببا في فراق وشقاق نفور الزوجة من زوجها وطلاق الزوجة من زوجها. إلى كل جنين في البدن يسمع ويرى تسبب في الطلاق والنفور والعداوة بين المرأة وزوجها. إلى كل جنين طلق وفرق. إلى كل جنين شيطان من الشياطين مارد. كتسمعني نسألك جملة ولا تعدد نسألك تجاوبني ولا العذاب. ضغط عليه. لا
ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هباء منثورا اللهم أبطل سحر الدس في طعام اللهم أبطل سحر الرش في طعام اللهم أبطل سحر الرش في طعام اللهم أبطل سحر وضع في طعام اللهم أبطل سحر دفن في طعام اللهم أبطل سحر الرش في طعام اللهم أبطل سحر دفن في طعام اللهم أبطل سحر الرش في طعام أو وضع في طعام أو دفن في طعام إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم أبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت اللهم جل أسحارهم أينما اندست وكانت اللهم افضح أسحارهم أينما توامت وكانت اللهم جل أسحارهم أينما اندست وكانت اللهم أبطل أسحارهم أينما اختبأت واستخفت وكانت اللهم أبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت اللهم أبطل أسحارهم أينما توارت وكانت اللهم أبطل أسحارهم أينما اندست واستخفت واختبأت وكانت اللهم عليك بالخدام جنودا وأعوانا وأتباعا اللهم عليك بكل ملك تملك الأبدان اللهم عليك بكل ملك تملك العقول والإدراك اللهم عليك بكل ملك عاشق للدم تملك الدم اللهم عليك بكل عاشق والهام بعد القلوب والأساد بين الأزواج اللهم عليك بكل ثعبان من الحياة ساحرة اللهم عليك بكل جنية من الحياة ساحرة اللهم عليك بكل ظالمة من الحياة ساحرة اللهم عليك بكل ثعبان من الأفاعي ساحرة اللهم عليك بكل ظالمة من الحياة ساحرة اللهم عليك بكل غادرة من الحياة ساحرة اللهم عليك بكل شيطان 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 من الحياة ساحرة اللهم عليك بكل شيطانة من الحياة ساحرة اللهم عليك بكل ظالمة من الحياة ساحرة اللهم عليك بكل حية من الثعابين ساحرة اللهم عليك بكل يهودية من الحياة ساحرة 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 اللهم عليك بخدام الملك أينما كانوا حول الأبدان في الأيدي في الأقدام في الأرجل في العظام في المراس في الفقرات في البطون في الأمعاء اللهم عليك بخدام الملوك أينما كانوا وكيفما كانوا جنا أينما كانوا وكيفما كانوا ماردة أينما كانوا وكيفما كانوا شياطينا وأبالسة أينما استخفوا في الظهر وكانوا أينما اختبأوا في الظهر والفقرات وكانوا اللهم جلهم لنا اللهم اخرجهم من عقولهم وثغورهم وجحورهم وأوكارهم ومخابيهم اللهم جلهم لنا اللهم اخرجهم من ثغورهم وجحورهم وأوكارهم ومخابيهم اللهم جلهم لنا اللهم اخرجهم من ثغورهم وأوكارهم وجحورهم ومخابيهم اللهم جلهم لنا اللهم افضح سرهم وابطل سحرهم اللهم افضح سرهم وابطل سحرهم اللهم افضح سرهم وابطل سحرهم اللهم جل أسحارهم وافضح أسرارهم اللهم جل أسحارهم وافضح أسرارهم اللهم افضح أسحارهم كلها اللهم افضح أسحارهم كلها اللهم افضح أسحارهم كلها اللهم افضح أسحارهم كلها اللهم عليك بالخدام جنودا واتباعا وأعوانا اللهم عليك بالخدام مرادة وأباليس وشياطين اللهم عليك بهم أينما حلوا وارتحلوا اللهم دمر حصونهم اللهم فجر حصونهم اللهم حطم دورهم
اللهم حفظ المستقرات، اللهم حفظ المستودعات، اللهم فجر عقدا، اللهم فجر عقدا، اللهم انسف عقدا، اللهم مزق عقدا، اللهم حفظ عقدا، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم اينما كانوا وكيفما كانوا، اللهم عليك بهم اينما حلوا وارتحلوا وكانوا، اللهم عليك بهم اينما اندسوا وكانوا، اللهم عليك بهم اينما استخفوا وكانوا، اللهم عليك بهم اينما تواروا وكانوا، اللهم عليك بهم اينما كانوا وكيفما كانوا، اللهم عليك بهم اينما اندسوا وكانوا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل اللهم يا رب الدمار والشتات عليهم وبينهم، اللهم احرقهم بالقران حرقا، واصعقهم بالقران صعقا، اللهم ذقهم من عذاب السموم، وذقهم من عذاب الحر والسعير والحرق، اللهم ان فيهم عجائب قدرتك، عجائب بطشك، عجائب عذابك، عجائب قرانك، اللهم احرقهم جميعا، واهلكهم جميعا، ودمرهم جميعا، وعذبهم جميعا، اللهم صب عليهم صبائب لعناتك، اللهم عليك بهم، اللهم احرقهم حرقا، صعقهم بالقران صعقا، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل من فوقهم نارا، ومن تحتهم نارا، وعن يمينهم نارا، وعن شمالهم نارا، ربي ما كان مصمما منك وحدك، ما كان خطأ أو سهم أو زلل أو سيئة طريقة القرار تنقل كلام فمسلم الشيطان، اللهم صل على الله وعلى